تحب حضرتك النائب ولا المخرج؟ بتحس انهي اقرب المخرج. لقلبك يعني؟ مخرج برضه. لا المخرج هو اللي عرفني بالناس ووصلت للناس من خلاله. النائب مهمه محدوده الوقت طبعا بشرف بيها، دي تمثيل الامه، ده شيء مش قليل يعني، لكنها مهمه مؤقته يعني، فهيفضل قبل النائب هو المخرج وبعد النائب هو المخرج. طب خلينا بقى